خالد انت مصر على شركة الانتاج؟ يا اخي انت عليك اسئلة، الشركة تسوت وخلصت. طيب وانت البطل كمان؟ يوه انت البطل كمان، كل ما اطلع لي بشغلة تتنط لي انت في حلقي، وش ذا الغيرة الفنية اللي عندك يا اخي؟ خلاص انت خليك في الطرف، بعدين اسمع اتركك من هالسوالف هذه، انت شايف احد في الموجودين ينفع بطل غيري؟ يا خالد انا قصدي انه شوف راشد قصده باختصار شديد انه انت لازم تستعين بنجوم كبار على اساس انه الان نجم الخام الباتشيكو 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 مصيبة تشيكو انت وهو كمل يا ناصر لا الخال ممكن احنا نستعين فيه بس نستعين فيه في افلام المقاولات عارف يا خالد اللي اقول الان انه او حسب رأي راشد انه انت تستعين بنجوم مشهورين اول عمل لك ثاني عمل عشان تضمن انت على الاقل مسألة الربح وبعد كذا انا تحت امرك كل اعمالك انا اتكفل بالبطولة نعم لا لا هذا مو رأي انا هذا رأي راشد الأستاذ راشد يعني يبغاني أصرف فلوسي وأدفع دم قلبي عشان واحد يجي ويلبس ويتأنق ويوقف قدام الكاميرا وأنا اللي أدفع ليش؟ ليش يا حبيبي؟ ليش الحقد هذا؟ من شايف هم زايدين عني شيء ولا أنا ناقص عنهم شيء؟ لا عفواً يا خالد راشد يقصد يعني بدون زيادة ولا نقصان أنه أنت المفروض في أنت بالذات تسكت وتوفر آرائك لنفسك يا خالد يا ابني خالي وبعدين خلاص انا مش عاوز اي تدخل انا فكرت وقررت والمهام حتتوزع كالتالي راشد انت حتسوي المقدمة الموسيقى حقتها والموسيقى التصويرية ناصر انت حتشوف لي وحد يكتب لي السيناريو وتتفق لي معاه انا اتفقت مع شامخ شمروخ وقال هو مستعد خلاص يصير تكلمه وتخليه يجيني بسرعة عشان نخلص من المسألة هذه اما بالنسبه لك يا خالي انت بقى هتمسك عمليه الانتاج والميزانيه كلها هتبقى انت مسؤول عنها المصاريف يعني بالظبط يا سلام ادي الشغلانه اللي تفتح النفس اطمن يا خالد اديني انت بس الفلوس وليك عليها اصرفها لك في نفس اليوم ايه يعني هخلي بالي منها طيب ماشي ابو عزمي بقى ابو بلغوه انه هو هيبقى مسؤول عن اداره الاستوديو اوكي هبلغه احنا الان مستعدين احنا نتكفل بالاعمال الاداريه وهذا شيء سهل ومتعودين عليه انما العبء الحقيقي عليك انت حتصير ممثل والنجم والبطل وبايدك انت الربح او الخساره انت جاهز وبعدين بقى خالد مشغول قوي في تجهيزاته للشركة وتدريباته على التمثيل مش مدينا يعني كده فرصة نقوم بدورنا معاه يعني كده أنا عن نفسي عايزة ابتدي بقى إيه أزغطه عشان يزقلط كده ويبقى ممثل يملى العين أنا بقى عايزة ابتدي مع خالد تمرينات جامدة جدا عشان جسمه ما يرهلطش كده من كتر أكل دلال أكل دلال رح يغذيه ويعطيه الطاقة اللازمة وتدريبات لولي رح تحرق وتشيل كل الدهون الزايدة أما أنا فرح أهتم بنظافة خالد وتعقيمه بصورة جيدة بناءً على مقاييس طوله وعرضه اللي رح يوصل له وأنا عن نفسي مجهزت له مجموعة كتب أبقى أقراهم له لكن لحد الآن ما جت الفرصة المناسبة اللي أقراهم وكلكم تعرفون أن الممثل من غير ثقافة سوري أسف يا جماعة ممثل من غير ثقافة يعني ما فيش ممثل أنا هنزله من فوق لا لا يا اختي سيبيها على راحته اصل خالد لما يبقى في جناح امه ما بيحبش حد ابدا يدخل عليه وبعدين هو دلوقتي بيتمرن على التمثيل سيبيه على راحته وبعدين نبقى احنا نعمل معاه اللي احنا عايزينه الممثل في العصر اللي احنا فيه ده يا شكري لابد ان يكون واعيا ومثقفا لابد ان يطلع على كافه العلوم والفنون يعني لابد ان يكون شديد الوعي واسع الافق ثاقب المعرفه قوي الذاكرة شديد الحفظ لأن الفن دلوقتي بقى شيء معقد على سبيل المثال such as لو كان عايز يعمل مثلا شخصية من العصر الحجري أو من العصر الجاهلي أو من عصر المعادن مش كفاية أنه يتعرف نظريا على هذه الشخصية لابد أنه يعمل تجارب عملية على هذه الشخصية وعصرها يعني يرصد هذا العصر بعاداته بتقاليده ازاي كانوا بيناموا ازاي
بياكلوا ازاي، بيمشوا ازاي، لان لكل وقت وزمان طريقه في المشي، طريقه في الاكل، طريقه في الشرب، في التعامل، في العادات، في التقاليد. لما يطلع على كل دول لابد بعد اطلاعه ان يمارس بالتجربه العمليه، العمليه فقط يا شكري. طبعا طبعا يا فندم، التدريب العملي ده عليه عامل مهم جدا، بالظبط يا فندم زي ما يكون واحد طباخ بيعرف طريقه عمل مكرونه بالبشاميل بس يعرفها نظري ما يعرفش يعملها، ايه الفايده؟ بالظبط، مع ان ده مثل سخيف لانه ينطبق على الحاله اللي انا بقول لك عنها. يعني الطباخ اللي انت بتقول عليه ده هو يعرف فعلا مقادير ازاي يطبخ المكرونه بالبشاميل، لكن ده مجرد معرفه نظريه فقط. ايه اللي هيفرق معاه؟ اللي هيفرق معاه لو فعلا طبخها هيحسها. لسبب، مجرد معرفتك بالمقادير ده لا يعني انك تعرف تعملها الا لو نفذتها عمليا، يعني لو نفذها والطعم ده عن طريق الاحساس هيعرف طعمها ازاي. لو طبخها مره او اتنين او تلاته او اكتر هيبتدي يطور من الاكله نفسها اللي بيطبخها ويضيف اليها اضافات اخرى، يعني ممكن كل مره يضيف اضافه نحو التطور الاكبر في هذه الاكله، يعني مثلا ممكن يحط شويه بهارات، ممكن يزيد شويه في كريمه البشاميل، يعني على سبيل المثال. طبعا، او وعود قرنفل في الصوص. او انه مثلا يخلي اللحمه سوى زياده، يخليها في الفرن اكتر من ساعه، او انه مثلا يضيف اليها بعض الاضافات اللي تخلي طعم الطبخه افضل. ده لا يتاتى الا من خلال الممارسه، والممارسه العمليه فقط زي ما قلت لك قبل كده يا شكري. صح؟ مظبوط يا خالد بيه، مظبوط طبعا. وعشان كده تدريبي العملي هيكون ابتداء من بكره باذن الله على شخصيه الانسان الحجري، وانت هتساعدني كالعادة. أنا تحت أمرك يا خالد بيه. هتروح مني فين يا حريدي؟ خبرك ايه يا سبيبه؟ النار ولا الميه يا حريدي؟ جاي تحارب واحد من غير سلاح يا سبيبه؟ مش انا يا حريدي، خد. ها؟ انا في رصاص دي ليه؟ شوف الحركه دي. ايه دي؟ يا سبيبه، سبيبه. النار ولا الميه يا حريدي؟ سبيبه، خد. Ah! Ah!
سميضة. وانا دلوقتي اروح النادي وانا مرتاح. ايه ده؟ دم؟ هتروح فين؟ النادي. النادي؟ الله يوفقك. ما كنتش اقصد دم يا مامي. فريدي وضاع العمر يا ولدي. تاريخ الدراما. انواع الدراما كثير. لا مو كثير، هم اثنين بس، تراجيديا كوميديا. تصورك انت بقول لك بس نسيت. خلاص مره ثانيه تقول لي من اهم كتاب تراجيديا؟ قولي انت. لا انت تقول. من هو؟ ما تعرفين؟ ها قولي بس انت قولي. لا مش حقول. قول. لا انت تقول. عادي عادي ما في بينا اسرار يعني. قولي لي كوميديا مين. بس في عقاب ثاني. لا لا اخر مره يلا. من اهم كتابها ارسطو فان. ارسطو. يا الله راح عن بالي. تصوري في عقاب ثاني. ليش؟ افتح يدك. توك ضربتني قبل شوي. افتح يدك. والثانيه ومره ثالثه على راسك. زين زين. انتبهت الأداء الكلاسيكي. وهي كوميدي؟ ها. اخس عليك يا بنت. اخس عليك. ليه بتشربيني أدوية؟ مع إني أنا مش عيان. كفي عني. إليك عني من هذه الأدوية. هذه الأدوية التي تعبس في بطني. كلا كلا وعرف كلا. إن هذه الأدوية تهلك معدتي. فلتدركنا رحمة الإله. فلتدركنا رحمة الإله. فلتدركنا رحمة الإله. Ha ha ha!
ولد يا ولد اديها. برافو برافو خالد. فظيع فظيع يا خالد. كابتن لعيب. يلا خش علي. يلا خش انت. خش علي. حديني. يلا اعمل زي ربنا يهديك. حاضر حاضر حاضر. لو عندك روح. شكري. نعم. عندك حاجة؟ عندي حاجة؟ لا ما عنديش حاجة خالص. طب. خش عليا. أخش فين؟ خش عليا. اتفضل أهو. ايه اللي جاب دول هنا؟ دول مؤلفين. مؤلفين؟ مؤلفين يعني اصحاب سيناريو وكتاب قصص. ايوه. طب ايه اللي جابهم هنا؟ ما هم جايين يعرضوا علينا انتاجهم. ما هو انا ما كلمتهمش ولا حد قال لهم ولا بعت وراهم. ما هم جم كده لوحدهم من غير ما حد يبعت لهم ولا حاجه. وعرفوا ازاي؟ هو في حاجة بتستخبى يا أستاذ خالد؟ بص بقى زحلقيهم يا فندم. أنا اتفقت خلاص مع الأستاذ شامخ شمروخ وهيوضب لي كل اللي أنا عاوزه، فأنت ادي لهم صابونة. تعالوا اتفضلوا. طيب ممكن اعرف ليش مشيتهم من هنا؟ يا رجال خليه ينقلعون، ما احتاج ولا واحد منهم. طيب كيف يا خالد؟ يمكن احد يكون عنده سيناريو كويس. رشود يا حبيبي انت خليك في الطرب، لا تليقف تتدخل في السيناريوهات، انا شفتهم، شفت اشكالهم، اشكال المتهمين، هذول شكلهم ما يدل على انه ولا واحد فيهم فنان. لا يا خالد لا. ياما في ناس اشكالهم مش ولا بد لكن موهوبين، والدليل قدامك. ناصر ممكن تعفيني من الغرور حقك هذا وتسكت ولا تنطق ولا بكلمة؟ أنا بقول يعني ما كناش هنخسر حاجة لو كنا فرينا الورق اللي في إيديهم. خالي ممكن تنقطني بسكاتك؟ أنا متأسف، أنا بعتذر لك منك خالي فقط، إنما أرجوك ما تتدخلش خالص. على كل حال أنا اتفقت مع السيناريست اللي فهمني وفهمه واللي أنا بحبه، هو واحد ما فيش غيره. شامخ شمروخ. بالضبط. طيب هو كتب شيء؟ أمس أنا اتفقت مع شامخ، قلت له أرجوك يا شامخ، قال لي نعم. قلت له الله يخليك أبغى سيناريو بس بسرعة، قال لي عينيا عدوا معي من الآن ثواني حتلاقوه وصل وقال لنا على اللي كتبه. أنا جيت. أهلاً 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 العبقري دبلشين. تفضل. أهلاً تفضل تفضل استريح. يا سلام جيت في وقتك. هو ده الفنان الأصيل المظبوط اللي حافظ على مواعيده بالدقيقة وبالثانية. يا سلام. شامخ خالد اتفق وياك إنك تكتب سيناريو فيلم. مظبوط أوكلوك. طيب لحق تكتب شيء؟ ها طبعاً ها تفضل. الا اسالك اخوي، هذه كلها سيناريو فيلم؟ لا دي ده عديد من السيناريوهات لعديد من الافلام لعديدي خالد لعزيزي خالد. ما شاء الله كل هذا؟ كل هذا عليكم بس تختاروا. لو عجبتني كلها ممكن اخدها كلها، ايه المانع؟ والله يبقى خير وبركه، شيل. انا عندي كل حاجه هنا، هنا هتلاقي سيناريو اكشن، سيناريو اجتماعي، كوميديا فرس، كوميديا سوداء، كاتبها بالقلم الاسود، الكوميديا السوداء، الكوميديا المظلمه، طفيت النور وقعدت كتبتها، عندي كل حاجه هنا.
ده غير الكوميديا البيضة، ادي البيضة وادي اللي شواها وادي اللي قشرها وادي اللي قالوا هات حتة قالوا ها ما 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 ما. اصلا احب اعمل جو من البهجة. اضحكتني وانا في الاجتماع. كل هذا كتبته من امس لليوم؟ لا ما مش كتبته من امس لليوم، انا كتبته من امس لخالد. اصلا احب اعمل جو من الباقة. يا راجل اضحكتني وانا في عز الاجتماع وللمرة الثانية. انا اقول انه من غير اللائق هذا الضحك الفج في مكتب محترم، علشان كذا انا اشوف انه نختار موضوع يكون كوميدي. انا من رأي اجتماعي. لا لا لا، انا اذا حبيته الجد الجد نعمل بوليسي اكشن. اذا حبيته الجد الجد انت تخرس ولا كلمة، انا الوحيد اللي من حقي يقرر. انا بقى من رأيي خالي. اها بص بقى، انا عايزك ترشح لي احسن واحد فيهم. بصراحة كلهم اولادي فلذات اكبادي، انت بتحيرني كده، كلهم ممتازين. لا لا لا، بص رشح لي احسن واحد في الوقت الحالي، والباقيين بقى هقعد اقراهم على فضاوة. يبقى برشح لك ده البكري، ده بقى اجتماعي مأساوي تراجيدي، يعني كله بكاء ودموع وانواح، والناس بتحب الايام دي العياط قوي، والدليل على ذلك الافلام الهندي كلها عياط. الفيلم 8 ايام واحد يفتح الفيلم يقعد يقولك دي البداية، بعد 4 ايام يقولك بدأت القصة. 8 ايام دموع، الناس بتحب النكد قوي. وموضوع السيناريو عبارة عن ايه؟ فعلا موضوع السيناريو يدور حول ايش؟ ولا كلمة لو سمحت يا خالي، ما في احد منكم له صلاحية تدخل، انا الوحيد اللي اسأل. صحيح موضوع الفيلم يدور حوالين ايش؟ اب يعني فوق. ايوه اب اب، لا اب راجل، اب يعني فوق السرير. ايوه اب فوق السرير، راجل غني وعنده 3 اولاد فوق روس بعض. الراجل ده بيموت على فراش الموت وهو في الفزع الاخير، يعني الاولاد الثلاثه يعني هيتصارعوا على الميراث. شوف بقى، شوف بقى انت بقى الصراع على الميراث ده بقى يبقى شكله ايه. يا سلام، ده باين انه فيلم حلو قوي. ومش بس كده، الفيلم ده ممكن يتعمل مسلسل 15 ساعة ميني هم. ميني مام. ما تفرقش، ما هي مام ومام وهم واحد. الطفل بتقول له مام بتقول له هم، الاثنين زي بعض. اصلا احب اعمل جو من البهجة. الله يقطع سواليفك يا شامة، اضحكتني خلال الاجتماع للمرة الثالثة. طيب كيف فيلم مدته 1.5 ساعة يبقى مسلسل 15 حلقة؟ ما هي دي بقى شغلتنا بقى، دي شغلتنا بقى. ما هو مش اي ولا زي ولا كل قط يتقال له يا مشمش. ما انا هطول بقى، ده مسلسل بقى 15 ساعة، انا اعمل ايه بقى؟ ما اجيبش الراجل بقى على فراش الموت وهو في الجزع الاخير، لا ما اعملش كده، انا اجيب الراجل وهو لسه بيتولد. بعدين يبدا ينمو ويكبر ويترعرع، وبعدين يتجوز، بعدين يجيب اولاد، بعدين الاولاد يبداوا ينمو ويكبروا ويترعرعوا، بعدين يتجوزوا ويجيبوا اولاد، وبعدين الراجل يكبر، وبعدين نلاقيه قدامنا على فراش الموت وهو في الازع الاخير وهم ملمومين حواليه. هو مش هيموت بقى، لا بيسبق الموت هنا مرحله مرضيه، فتره مرض، انواع كثيره من المرض. ممكن بقى نعمل مثلا المرض الاولاني مثلا البلاجرا، تاخد لها حلقه ساعه. نعمل بقى ايه الاسطربوط، ادي 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 حلقه ساعه. نعمل البيري بيري، ادي برضو حلقه ساعه. انفلونزا حاده، حلقه، وهكذا. شوف بقى، شوف تعمل كده. وبعدين اهم من كل ده بقى الصراع، الصراع على الميراث بقى بين الاولاد، ده لوحده ياخد له 20 ساعة. عزيزي شامخ، ليش هالتطويل هذا كله؟ وانت ايش فهمك في الطرب؟ ايش فهمك انت بالدراما؟ ايش فهم شامخ؟ شامخ انت مصيبه على فكره، شامخ انت كارثه. الكلام اللي تقول هذا كلام مو معقول ابدا. كمل حبيبي، كمل كمل كمل. المساله سهله خالص يا جماعه، احنا ممكن كمان نعمل دي اجزاء اجزاء، يعني نعمل بارت 1 بارت 2 بارت لغايه البارت العاشر. احنا ورانا حاجه، احنا ورانا حاجه، مساله سهله وبسيطه. ياه ده هيبقى بارت قوي، قول لي هتعملها ازاي؟ نعملها عادي، يعني نيجي كده على مرحله الطفوله بتاعت الراجل ويبقى ايه البارت الاول. بعدين المرحله كبر الراجل بارت 2، كبر الاولاد
بارتي 3 وهكذا. وبعدين هو الكلام ده هو هنا هو هنا هو هنا كله شبه بعضه، الكلام واحد، بس احنا بقى بنغير بقى بنغير في الزمان، المكان، الملابس، شويه حركات كده يعني. امال ايه؟ ما دي شغلت. انا عارف هعمل ايه كويس قوي. يا سلام يا سلام، كلام جميل وتافه في نفس الوقت. عشان كده بقول لك ايه، سيبك من حكايه المسلسلات والجزع والنزع الاخير دي واللطم، وخلينا نبتدي في الفيلم. اوكي، ده يبقى جاهز نبدا بيه، وزي ما هو كده مش هزود حاجه، وانا جاهز بكل حاجه. انا عندي شار 2 كيلو ديالوج، 2 كيلو سسبنس، 3 كيلو افيهات عشان نرشهم على الفيلم، و4 كيلو ميزانسين. من بكره ممكن نخش ونصور الفيلم يا باشا. حد الضمير يا اخوانا، انت يا ولد انت هطلعك بره. انا هجيب كومساري ليه يشتغل معايا في الاستوديو ده؟ كومساري اساسا. دخل دي دخل ابو عزمي. ايوه ابو عزمي. ايوه 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 حسن، بقول لك ايه؟ جهزت كل حاجه في الاستوديو، كل حاجه كل حاجه كل حاجه جاهزه، ما عدا الفلوس بقى عاوزينها بتاعت الوجبات بتاعت الغداء بتاعت العمال. لا، ما الوجبات دي هتتوزع على اللي بيشتغلوا وقت الراحه. ايوه، ما هو وقت الراحه باللغه السينمائيه اسمه بريك. ايوه، ما الكوريك ده فاضل عليه. كوريك ايه؟ كوريك ايه؟ انت دخيل والله، دخيل على اللعبه. اجري اجري. دخيل ايه؟ ده انا خريج. خريج ايه؟ خريج مع السينما قسم حشرات. ما تقول لي حشرات انا فاهم كل حاجه. تاريخ بتهرش طول انت قاعد يا عم. اسكت اسكت. وبعدين الكوريك ده لسه جايين من بيوتهم، هنوزع لهم غدا دلوقتي. ايوه، ما احنا لازم نحضر الغدا ده قبل البريك ما يجي. طيب انت محتاج كام وجبه غدا؟ محتاج 35 وجبه. نقول 25. 25. ايه الوجبه بكام؟ ب 10 جنيه. ليه؟ ليه؟ هنتبع خرفان يا ابو عزمي؟ كفايه الوجبه ب 5 جنيه. ايوه، حته جبنه على بيضه مسلوقه على حته لانشون على خيارايه، كفايه قوي. يعني نصب؟ نصب ايه؟ ما هو حته نصبايه دي تقول لي. طب وال 10 الباقي؟ لا، ال 10 الباقي اقول لك احنا نجيب 25 وهنتصرف في ال 10 الباقي. ازاي بقى تتصرف؟ ساعه الغداء عمال اقول لك واحد بنوزع الغداء اللي وجباته، اتخض اقول يا خبر يا خبر ايه اللي جرى لنا يا ابو عزمي؟ الوجبات ناقصه. تقول ازاي؟ اقول لك اتصل بالراجل، تقول له الراجل هيتاخر. اقول لك خلاص بقى الزملاء كلهم يتصرفوا. هتلاقي كل ثلاثه اربعه قعدوا كانوا مع بعض. ماليش ولا سته ولا سبعه، انت بتهددني؟ دلعني ده، انا المنتج، خد بالك. تحت امرك. انا عايز حاجه تشيك، يعني حط لي كام رياكشن كده، حطهم لي وانت بتعمل لي المكياج. عماير. على اساس انا ايه يعني دلوقتي عادي، ولما اجي العب دور الولد اللي اكبر نحط شويه شيب، لما نلعب الولد اللي اكبر منه شويه نزيد الشيب، لما اجي العب الاب نديها شيب على الاخر. يعني هتعمل الاب والثلاث اولاد. الله اكبر. ما تقرش ما تقرش، انا مش حكايه توفيق. مش حكايه توفيق. بص هقول لك على سر، انا جعان تمثيل، انا جعان جعان للتمثيل. ممثل كبير. شويه الكنافه دي بتقولوها لكل الناس واخرتها هيقع الفيلم. حط مكياج. لا لا لا، يقع ان شاء الله. انا مش عارف عليكم حركات عجيبه يعني. وقعلة. بتعملوا يعني من الفسيخ شربات. انا بشوف ناس رمم ازاي بتخلوهم كده يبقوا حلوين، مش فاهم. 120. 120؟ اهم معاك 150 برجع الباقي. 1 2 3 4 5. عد هناك بقى وخلاص. عد هناك. بتسوحني 60 جنيه تقول لي 150. 60 1 2 3 4 5 6. في 2 6 في 2 بكام؟ ب 120. خلاص يا راجل، روح روح بقى يا ابو عزمي. ما انت شايف ان انا مجبوخ. طب تسمح لي بحاجه؟ ايه؟ في ايه؟ المنديل ده اخده بس. ليه؟ لا، في السكه بقول لك. دلوقتي ولا 8 كانتك الهم في ايامك. ال 125 في، لا احنا نقول 30 وجبه. 30 وجبه في 30 وجبه في ايه؟ 50 جنيه الوجبه تساوي 10500. 10500 احنا طلعنا 120
120 من 10500، ادي ال 10500 ناقص 120 يساوي 15900. ايه ده؟ ده في فلوس زياده، اخدهم الاول انا دول في جيبي عشان تزلت الفلوس معايا قوي. يبقى 185 في 25 بنص مليون. نص مليون، نص مليون هتتكشف. نص مليون ايه؟ في ايه؟ نص مليون. المهم الناس تاكل وخلاص. جاهزين يا اخوانا؟ ايه حرامي؟ ضمير يا اخوانا، دي فلوس ناس. ابعد يا حرامي، الراجل ده انا مش مستريح له ابدا، ولا مستريح اللي عمال يبص في اللومه ده، ولا مستريح للاستوديو كله عمالين يبصوا في الفلوس بصات غريبه. ابو عزمي، ابو عزمي، محمود، محمود عفيفي، طلعت الاوردر؟ استاذ خالد، استاذ خالد، يو ار ريدي، انت جاهز؟ ايوه انا هجهز، انا جاهز. طيب اوكي، احنا دلوقتي عايزين نبدا بالمشهد بقى اللي هو المخدع والاب على فراش الموت والاولاد الثلاثه حواليه. جميل جدا. بقول لك ايه، انت يعني مجهز سيناريو حلو؟ انا مجهز سيناريو جميل جميل، ده ما حصلش. المهم انت، المهم انت، انت انا عايزك تبقى جاهز، عايزك تبقى كويس، عايز انا مجهزه واخده من الاصل، يعني حطيت الفيديو قدامي وخدت من الاصل. من هو انت شايفه من الاصل؟ من ايه؟ من اصل من اصل الشو، من اصل يعني في تشابه الثلاثيه بقى. يعني بقول لك ايه، نعم، هو حضرتك سارقه؟ لا، سرقوا مين؟ سرقوا انا ده انا مقتبسه، مجرد اقتباس. اقتباس؟ اقتباس على بركه الله. يا سر، عايز اطمن، مكياج هايل، ما حصلش. اسمح لي، اسمح لي بس هخش زوم بس على الحاجب الشمال. هايل. لا ايه ده؟ في ايه؟ لا 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 لا، في ايه؟ لا يا عم لا، إيه؟ مكياج في حاجب بيحدف شمال، حادف شمال، يا ريت تظبط له الزوايا. اظبط لي يا عم هاندي. حاضر. بقول لك في زوم باينه. حاضر. هي دي شتيمه ولا حاجه؟ حاضر. لا يعني هو بس شايفها في في الزوم. ربنا يحفظك. اوكي جاهزين؟ حدفت يمين. في ايه؟ حرب الضمير يا اخوانا، دي فلوس ناس. على فكره الراجل ده هيقطع خلفي. انت جايبه معاك؟ لا. انت جايبه معاك؟ لا. يعني ما جبتوش معايا وانت ما جبتوش معاك خالص، يبقى في حد غريب جايبه معاه. يبقى دسيسه على العمل. دسيسة على العمل ازاي؟ دسيسة، دسيسة. دي لغات. بص بقى، انا هفتح عليك في كلوز وانت نايم على السرير وبتعمل دور الاب زي ما انت قاعد كده وبتقول جملتك الاولانية، ها؟ وبعد كده انا بقى هوسع الكادر وارجع كده بحيث اشوف الايه الاخوات الاولاد الثلاثة مين قفاهم، ماشي؟ وكلهم بيبصوا لك. بس انا اللي هلعب دور الاولاد الثلاثه. ايوه، ما هم اللي قاعدين بقفاهم دول، هم الاولاد الثلاثه. يعني ده الاخ الكبير، يعني البيج، ده الميديوم وده السمول. انت بعد كده بقى هتبقى قاعد مكان مثلا الاخ الاكبر، ها ده، وهتبقى قاعد مكانه وهنقوم واخدينك كلوز وانت بتكلم الاب من الزاويه دي. بعد كده هنقوم ناقلين على الميديوم، هتقوم انت قايل جملة الولد الميديم للأب من نفس المكان، وبعد كده هنخش على السمول وهكذا دواليك. أوكي؟ أوكي. أوكي، يلا يا جماعة نجهز، ستاند باي، كله جاهز، اصحى هناك، كله معايا. يلا يلا، مساعد فين؟ أيوة أستاذ. جايبين لي طمن مساعد، يا خوف ولا حاجة. أوكي؟ يلا يا جماعة. فيلم الزرع المفقود، واحد واحد أول مرة. أولادي، 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 أولاد، أنا تعبان. أولادي، أني جمعتكم النهارده
عشان اني حاسس اني حودع دنيتكو الفانية. بعد الشر عليك يابا. ما تبطل فشر يا ابني، بطل فشر. هتفشر على ابوك ماني عارفك ندل. انت ابن البكري، لكن هقول لكم على حاجة، ما حدش بيخلد في الدنيا دي، ما حدش. كل اللي فيها ثانية واحدة، هياخدوا كارت احمر ويسيبوا الملعب اوت اوف ستاديوم. كارت احمر؟ لو انت كنت حكم دولي يابا ولا ايه؟ على كل حال ما تقلقش يابا، احنا كلنا فداك. انت هتفول علينا؟ كل واحد يتكلم عن نفسه. ام سوري، انا الوحيد اللي فداك يابا، ولادك الاتنين دول اندال. اصيل يا ابني، مع انك طويل طلعت احسن من اخوك الشحط اللي جالس جنبك. اصيل طالع لامك، لكن امك كانت احلى. اني لما رحت اخطبها ابوها تف في وشي، قمت اني بعدين اقول لكم، بعدين اقول لكم. يا ريت يا ابني، هي دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها حد يروح بدال حد، ولا كنت بعتوا كنتوا الثلاثه؟ ما تعيطش يا ابني، انت كبرت وبقيت راجل وشحط وبتاكل اكل البيت كله. اني حسبكو وودع دنيتكو الفانية، لكن قبل ما اموت هقول لكم على سر فضلت مخبيه طول عمري، سر كبير كبير جدا. اني ما اسميش هريدي، انا اسمي سامي، بس كنت مكسوف من الشلة، عشان كده قلت اقول لكم على السر ده. وفي سر صغير كمان حبقى اقول لكم عليه، اني حموت وسايب لكم ثروة كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. صح يابا؟ ايوه يا ابني، ومالك فرحان كده؟ جوه الزلعة دي مليانة جنيهات ذهب جمعتها بشقايا وبعرق جبيني. تاني كنت بلم صبارس يا ابني في بداية مشواري، لغاية ما جمعت لكم الثروة الكبيرة دي. طز في الفلوس يابا، طز في الفلوس، حياتك عندنا أهم من كنوز الدنيا. المهم أنت بس هات الزلعة وما تقلقش. زي ما بيقول أخويا الكبير كده بالظبط، بالظبط يابا. بس قول لي أنت يعني هتموت بجد ولا يعني أنت بتهزر معانا يعني، ولا هتموت، ولا ده شوية عيا، ولا أنت عاوز إيه بالظبط؟ بجد يا ابني. بجد يا ابني، أني شبعت من الدنيا والبركة فيكم. يا سلام يا سلام، هي دي الأبهات بصحيح، يشقم ويتعبهم ويلموا فلوس ويجوعوا نفسهم ويجوعوا عيالهم ويحوشوا الفلوس على قلوبهم قد كده، بعدين هم يفلسهم ويسيبوا الفلوس لعيالهم. يا سلام، هي دي الأبهات بجد. الفلوس اللي حاسبها لكم تكفيكوا العمر كله، واني عارف انكم بتحبوا بعض وبتخافوا على بعض، والشهامة جوه دمكوا وبتخافوا على بعض جدا جدا، وانا هغيب عنكوا، ده انتوا تربية ايدي،
أني زرعت فيكوا الحب ده لغاية ما كبرت وبقيتوا رجالة بتخافوا على بعض وبتحبوا بعض، والفلوس عمرها ما حتغير فيكوا حاجة ولا حتخليكوا تكرهوا بعض. ودلوقتي يا أولادي، دلوقت أقدر أموت أسيبكوا وأنا مطمن. ربنا ياخدكوا. يا دي المصيبة، ده مات. بقول لك ايه، بص عليه كويس قوي وتأكد هو مات ولا لا، لحسن ابوك طول عمره حويط. ده مات بجد؟ ما دام مات بجد محدش منكم يهوب ناحية الزلع. اللي حيهوب ناحية الزلع نبوتي جاهز يفلك دماغه نصين. انتوا دلوقتي بقيتوا يتامى وانا الاخ الاكبر، انا اللي هاخد الزلعة بس، وانتوا حيث انكم بقيتوا يتامى انا اللي هظلمكم، هوريكم الظلم بعد موت ابوكم. بقول لك ايه، مشك منك البيج براذر يعني الاخ الاكبر هتسيطر على كل حاجه، اللي هيهوب ناحيه الزلع يحصل ابوكو. بقول لك ايه، يلا منك له، تكونوش فاكريني هفيه. اي نعم انا الاصغر لكني مش هفيه، انا عامل حساب اليوم ده كويس، وادي نبوتي قصاد نبوتكم. ده يا ولاد، ده انا ما لحقتش اموت، ربنا ياخدكم.